البيزكس بتاعة الـ MRI. والهدف الحقيقة من المحاضرة دي مش إن إحنا ندخل في التفاصيل الدقيقة بتاعة الفيزيكس ولا المعادلات ولا أي حاجة. الهدف إن إحنا نعرف حضراتكم إزاي الصور بتاعة الـ MR بتطلع، ليه ده بيكون أسود وليه ده بيكون أبيض، وإزاي نعرف نستفيد من الـ MRI to the maximum زي ما حضراتكم بتشوفوا. يعني اللي احنا شايفينه هو أول جهاز MR اشتغل في العالم في تصوير الإنسان، وكان عبارة عن أوضة كبيرة قوي من الحديد مغناطيس يعني، والمريض زي ما حضراتكم شايفين كده متبهدل في الآخر خالص متعذب يعني كده، وحواليه السيرفس كويل عامل زي البرميل او حاجه، وبعدين في الاخر الصوره اللي بتطلع هي الصوره اللي حضراتكم شايفينها. بعد شويه الامور اتحسنت والام ار بقى افضل بكتير، وبقى المريض نايم مش قاعد، والاكسجين مظبوط بالكمبيوتر والتكييف شغال، والصور احسن بكتير جدا من الاول. لما طلع الـ MR كان مفيش إلا نوع واحد بس اللي هو الـ MR المقفول أو الـ Closed MRI، وزي ما حضراتكم شايفين المريض من أوله لآخره بيكون جوه التانل بتاع الـ MR، وده كان بيسبب مشاكل كتيرة جدا بالنسبة للناس اللي عندهم كلستروفوبيا. فكان في ناس بترفض تماما إن هي تنام حتى على ترابيزة الـ MR وبعدين نعمل له تخدير وبعدين ندخله، بيقول لك لأ بنجني الاول بره في الشارع بنشوف، مش عاوز اشوف حاجه وبعدين ندخل جوه. وحصل ان زمايلنا الدكاتره اللي كانوا بيجربوا عليهم الجهاز كان بيعمل صريخ جامد جدا واصوات عاليه قوي جوه الماجنت، ويحس ان هو يعني انتقل الى العالم الاخر ودخل في القبر وكده. ده طبعا ادى الى ان الجهاز ينتج منه انواع تانية اللي هي ده اوبن ام ار اي، والاوبن ام ار زي ما حضراتكم عارفين القوه بتاعته اضعف شويه من الكلوزد ام ار اي، وبالتالي زمن الفحص هيبقى اطول، ولكن الريزوليوشن اوف ذا ايمجز ما بيتاثرش جامد بهذا الموضوع. المرضى اللي بيخافوا من الاماكن المغلقه وكده ما يهموش، ان شاء الله يقعد ساعتين ثلاثه بيسمعوه طبعا حاجات بقى قرآن كريم وأم كلثوم وحاجات زي كده. وكانت ملحوظة يعني جديرة بالذكر يعني، إن ولا واحد داخل الجهاز قلت له تحب تسمع إيه إلا يقول لك قرآن كريم، لأنه خايف طبعا أول ما بيطلع بقى سليم وكده بيسمع اللي هو اللي بيعجبه. بعد كده في جهاز ثالث اسمه الـ Extremity MRI. الجهاز دوت زي ما حضراتكم شايفين مغناطيس صغير جنبيه كرسي، بيعمل MRI of the knee, MRI of the ankle والـ elbow والريست، وده كويس قوي في الحوادث وفي المستشفيات الكبيرة لأنه بيحوش كمية ضخمة جدا من المرضى عن الأجهزة الكبيرة اللي موجودة داخل القسم. الجهاز دوت موجود تقريبا في معظم الدول المحيطة بينا، مش موجود في مصر لكن موجود في السودان وفي ليبيا في معظم الأماكن التانية. الجهاز الرابع اسمه Dynamic MRI، والجهاز دوت عنده إمكانية إن هو يفحص المريض وهو واقف، ودي الحقيقة ميزة رهيبة جدا في الـ MR especially in the spine. لما نيجي نعمل MRI of the spine محتاجين قوي الأكسيال لود، إن المريض يبقى محمل على ظهره عشان نشوف حقيقة الليجنز اللي موجودة عنده especially post operative. ده مثال بس لحد لما نتكلم في السباين إن شاء الله. العيان بيعمل عملية في ظهره وبعدين بيتوجع وعنده آلام وكده، تيجي تعمل له MR وهو نايم ما تشوفش حاجة، تلاقي كل حاجة طبيعية، العملية كويسة، السباينال كانال نورمال، مفيش أي مشاكل. تعال بقى وقف العيان وصوره تلاقي مشاكل جامده جدا، السباين بتتحرك في انستابيليتي، السباينال كانال ضيقه جدا في اللي عند الليفل دوت، كل الكلام ده مش متشاف، في حين ان ثلاث ارباع حياه المريض في
في الوضع ده، والربع التاني اللي هو نايم بالليل في الوضع ده بس. عشان كده أصبح السباين سنترز في العالم كلها عندها هذا الجهاز، لأن المريض لازم يتفحص قبل العملية وهو واقف، وبعد العملية برضو وهو واقف، علشان نعمل أجزية لود على السباين علشان نقدر نشوف الأبنورماليتيز. لأن عارفين طبعا القاعدة اللي بتقول إذا كنت عاوز تكتشف سبب شكوى المريض لازم تصوره في الوضع اللي بيشتكي منه، اللي بيشتكي فيه. يعني واحد بيشتكي وهو ماشي وهو واقف، لكن لما بينام بيبقى مستريح، فلو انت صورته وهو نايم مش هتكتشف المشكلة. يعني دي القضية كلها. الجهاز ده لما طلع ما كانش بيعمل الا كده بس، بيعمل السباين بس، لكن كان البيع بتاعه قليل قوي، فابتدت الشركة تطلع بقى سيرفس كويرز جديدة ويقول لك ده مش للسباين بس، ده بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا. زي ما حضراتكم عارفين ان الام ار ليه مميزات كتيرة جدا. السي تي الجديد اللي هو المالتي سلايس يعني خد شوية من الامكانيات بتاعة الام ار، واللي كان الناس بتفتخر بيه ان هو مالتي بلانر وبيعمل ساجيتال وكورونا. السي تي بيعمل دلوقتي كده، لكن ما زال الام ار عنده هاي ريزوليوشن سنسيتيفيتي بالذات في النيورو وفي الماسكولو سكليتال، وما عندوش مشكله جامده مع العظم زي المشكله اللي بتاعت السي تي مع العظم. عشان نعمل اي ام ار لازم نستخدم سيرفيس كويل. السيرفيس كويل المثالي لازم يتوافر فيه حاجتين: نمره واحد ان يكون قريب جدا من المكان اللي عاوز اصوره، نمره اتنين ان هو يكون ما بيتحركش مع النفس. فالسيرفيس كويل اوف ذا سباين عامل زي المرتبه، العيان بينام عليه فبيبقى قريب قوي من ظهره وما بيتحركش مع النفس. السيرفيس كويل اوف ذا بريست، المريضه بتنام على بطنها والبريست بينزل في الحفرتين دول، وبالتالي ما بيتحركش مع النفس وقريب جدا من البريست. اما السيرفيس كويل ده بتاع البطن قريب من البطن صحيح، ولكنه بيطلع وينزل مع بطن العيان. عملوا له حزام وربطوه جامد، ستيل لازم العيان هيتنفس ويتحرك. عمل واحد تاني عامل زي القبه كده حوالين بطن العيان، بحيث ان العيان يتنفس بس الكويل ما يتحركش، وده افضل شويه من الموجود حاليا. السيرفيس كويل اوف ذا ني ده المنظر بتاعه، بيتفتح والركبه بتدخل جواه وبنقفل عليه وندخل السلك الدات عليه. عارفين طبعا حضراتكم ان في كونترا اندكيشنز لدخول المرضى في غرف الام ار اي، اشهرهم طبعا البيس ميكر والانتركرينيال كليبسز فور انيوريزمز. لكن دلوقتي كل الناس عارفين على مستوى العالم ان حصل تغيير في صناعه البيس ميكرز والكليبسات برضو، بحيث ان الناس ممكن تخش وهم عندهم الحاجات دي اوضه الام ار اي. لكن تحسبا لاي حاجه واحنا مش عارفين البيس ميكر دي جديد ولا قديم، لابد ان احنا نمنع المريض من دخول الام ار اي وهو ما عنده بيس ميكر علشان ما يحصلوش مشاكل في الهارت. كذلك الكليبس بتاعه الانيوريزم، ان في انيوريزم كده واحنا بنحط عليه كليبس، الكليبسه ديت بتقفل النيك اوف ذا انيوريزم، وبالتالي الدم اللي جوه الانيوريزم بيبقى كلوتد، وبالتالي بيبقى المريض خف على كده. لكن لو المريض ده دخل اوضه الام ار، الام ار هيحرك الكليبسه من مكانها، فالنيك بتاعت الانيوريزم هتفتح ويجي للمريض انتركرينيال هيمرج بعد كده. وكذلك الحاجات الحديد اللي دخلت جوه الجسم واستقرت في مكانها زي انترا اوكيلار ميتاليك فورين بودي، عيان عنده انترا اوكيلار ميتاليك فورين بودي مش المفروض ان هو يخش اوضه الام ار، او عنده رصاصه جنب السباينال كورد، او مركب نيور ستيميليتور في حته، او انسولين بومب في اي مكان. كل الكلام ده خطر قوي دخوله الام ار علشان ما يلخفنش الحاجات اللي شغاله. لما الام ار اتركب كان بتحصل كوارث زي كده، ان هو في الطرقه المؤديه للغرفه مكتوب تحذيرات كتيره: احذر المغناطيس، مجال مغناطيسي قوي، الكلام ده كله. بس احنا عندنا في مصر وفي اماكن كتيره ما لهمش دعوه خالص بالكلام المكتوب، واحد حطت المريض على كرسي او على ترولي وماشي بيه. لما بيوصل قرب الام ار بيبقى المريض على الارض والكرسي خبط في الجهاز زي كده، يا اما كده يا اما كده.
ده طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيبوظ الام ار كله من اوله لاخره. ليه؟ لانك عشان تخرج ده لازم تبوظ الماجنت، يعني تخلي الماجنت يبقى زي الحديد فيرضى يسيب الكرسي. وبعدين وهو كرسي طاير في الهواء وخبط الام ار خبطه جامده بيكسر بقى حاجات كتيره في سكته. فاي حد بسبب غلطه عامل او فني ممكن يخسر تمن الام ار بالكليه. دلوقتي الشركات عملت طريقه بحيث ان الشيلدنج يبقى جوه الام ار بس، ويكون المجال المغناطيسي الخارج من الام ار ضعيف، بحيث لو شد حاجه ما يشدهاش بقوه، ولو خبطت في الجهاز تخبط بحنيه كده شويه، ويقدر لو شدها الجهاز يسيبها من غير ما يحصل مشاكل كتير. دلوقتي الام ار عشان يطلع صوره، فالصوره الناتجه زي ما حضراتكم عارفين ما بنستخدمش فيها اشعه، ولكن بنستخدم فيها المجالات المغناطيسيه. المجالات المغناطيسيه عباره عن تفاعل ما بين الماجنت بتاع الجهاز والماجنت الداخلي جوه جسم المريض. الماجنت الداخلي جوه جسم المريض ممثل في اي جسم مشحون ويتحرك. زي ما حضراتكم عارفين ان في قاعده بتقول اي جسم عليه شحنه كهربائيه سواء كانت سالبه او موجبه، والجسم ده بيتحرك اي حركه لازم يعمل حواليه مجال مغناطيسي. جسم الانسان فيه ذرات كتيره جدا، والذرات فيها الكترونز وفيها بروتونز وفيها نيوترونز. الالكترون مشحون شحنه سالبه وبيتحرك، والبروتون مشحون شحنه موجبه وبيتحرك، وهما الاثنين بيكريت حوالين نفسهم مجال مغناطيسي. القاعده الثانيه بتقول ان المجال المغناطيسي الناشئ عن الجسم المتحرك يتناسب طرديا مع الكتله. يعني لو كان الجسم كبير يبقى المجال المغناطيسي كبير، لو كان الجسم صغير يبقى المجال المغناطيسي صغير. الالكترون بالنسبه للبروتون يعتبر كتلته تافهه جدا لا يمكن ذكرها. وبالتالي واحنا بنتعامل في الام ار بنهمل تماما كتله الالكترون، ونتمسك فقط بالايه؟ بالبروتون، على اساس ان كتلته كبيره والماجنت الناشئ عنه كبير. وعلشان نطلع صوره، واحنا عارفين ان الام ار ما يقدرش يتعامل الا مع نوع واحد بس من البروتونز في الجسم، لازم ننقي اكتر بروتون موجود على الاطلاق في الجسم عشان نطلع منه صوره. فاذا عرفنا ان الكائن الحي زي ما ربنا خلقه من الميه، ان الانسان جسمه تقريبا 70 ل 80 او 85% معمول من الميه، وان الميه عندها 2 هيدروجين و1 اكسجين، يبقى البروتون الرئيسي في جسم الانسان هو الهيدروجين على الاطلاق. وبالتالي كل اجهزه الام ار اللي بتتعامل في تصوير الانسان بتركز على تصوير الهيدروجين. يبقى لو انا بصور حته في الانسان ما فيهاش هيدروجين مش هيطلع صوره. مظبوط كده؟ طيب. فإذا احنا افترضنا ان الانسان ده عباره عن عدد ضخم جدا من المغناطيسات اللي موجوده كلها متشابكه في بعض وكلها متعادله مع بعض وتؤدي الى محصله مغناطيسيه تساوي صفر. جبنا الانسان ده ورحنا حاطينه جوه جهاز الام ار. هيحصل ايه؟ المغناطيس الصغير لما تحطه في مجال مغناطيسي كبير يضطر غصب عنه ياخد اتجاه المغناطيس الكبير. زي البوصله اللي هي مغناطيس صغير، نحطه في الجاذبيه الارضيه اللي هي مغناطيس كبير، يقول لك الشمال كده والجنوب كده. مظبوط؟ فاحنا هنعتبر ان جسم الانسان احنا نركز على الهيدروجين بس، ملناش دعوه بالباقي كله، لان الام ار هيتعامل مع الهيدروجين. ورحنا حاطين البني ادم جوه المغناطيس، المغناطيس قوته قد الجاذبيه الارضيه اكتر من 100 مره. والمغناطيس الصغير جوه جسم الانسان اضعف من البوصله بكتير. يبقى يكون النتيجه ايه؟ ان المغناطيسات اللي جوه جسم الانسان هتاخد اتجاه الماجنت الرئيسي. بغض النظر الماجنت الرئيسي ده باصص لفوق ولا لتحت ولا شمال ولا يمين. المهم نظريا المغناطيسات الصغيره اللي هي الهيدروجين خدت اتجاه المجال الرئيسي. طيب فين الصوره بقى لحد دلوقتي؟ مفيش صوره. يعني بنعمل ايه بقى؟ بنيجي نجيب جهاز
اسمه راديو فريكونسي. راديو فريكونسي كويل اول ما تتك على الكوبس بتاعه يطلع موجات كهرومغناطيسية ليها نفس تردد الهيدروجين. هتقول ازاي عرفت تردد الهيدروجين؟ بالتجارب المعملية. ايه يعني لما تطلع موجات كهرومغناطيسية ليها نفس تردد الهيدروجين؟ القاعدة الفيزيائية بتقول لو انت عندك جسم مكون من مادة وانت عرفت تردد المادة دي وجبت جهاز يعمل التردد ده، ممكن تحرك الجسم من غير ما تلمسه. بتقول كده القاعدة. المثال الشائع جدا بالنسبة لنا اللي هو الإذاعة. الراديو بيقول لك أنا بذيع على موجة ترددها كذا 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 كذا. أنت في بلد تانية غير بلد الإذاعة، عندك جهاز صغير قوي وتروح ظابط الزرار بتاعه على التردد اللي الإذاعة بتذيع بيه، صح؟ بتسمع إيه؟ بتسمع المذيع، مظبوط كده؟ من غير ما المذيع يكون جوه الراديو، صح؟ كون انك انت سمعت المذيع في تاني بلد اسمه ريزونانس او رنين. والرنين دوت جه نتيجه ايه؟ ان التردد بتاع ده تلاقى مع التردد بتاع ده. هو ده اللي احنا بنعمله في الام ار، بنجيب جهاز بيطلع تردد الهيدروجين وروح فاتحينه على العيان. يحصل ايه؟ يروح الهيدروجين متحرك، فيروح الهيدروجين ماشي كده. طيب ايه اللي انت لاحظته على حركه الهيدروجين؟ ان في هيدروجين بيمشي بسرعه، وفي هيدروجين بيمشي ببطء، وفي هيدروجين ما بيمشيش، صح؟ ودي حقيقة إن الهيدروجين موجود في أوساط مختلفة في الجسم، حاجات في المصل، حاجات في العظم، حاجات في كل مكان. لما تديله الفريكونسي، واحد يجري بسرعة، واحد يمشي ببطء، واحد مستني في مكان وما بيمشيش. طيب فين الصورة؟ لحد دلوقتي ما فيش صورة. الهيدروجين ده عشان يمشي ضد قوة المجنت الجبار اللي بره في الجهاز، لازم تكون اديت له طاقة فظيعة عشان يمشي بيها. طيب جيت انت طفيت الريديو فريكونسي اللي انت عملته ده، يحصل ايه؟ يروح راجع كله في مكانه، صح كده؟ طيب هيرجع بنفس السرعة ولا بسرعات مختلفة؟ او بسرعات مختلفة. طيب وهو راجع بقى باسمه ريلاكسيشن، يعني هو كان في تنشن وبعدين راجع بقى الى مقره يستريح، بيروح مطلع الانرجي اللي انت اديتها له. تيجي انت فاتح الكاميرا وتاخد الانرجي وتطلع الصورة ازاي برضه؟ بص كده، ادي الهيدروجين اللي هو المتحرك والهيدروجين الغير متحرك. الكاميرا بتاعتي عبارة عن خط ابيض هينزل كده، خلاص. ايه اللي حصل؟ اول ما جيت تصور في حد جريت منك ما لحقتش تصورها، صح؟ وفي حاجات طفيت انت قبل ما تيجي، صح؟ وفي حاجات شفته، خلاص كده. اللي انت شفته هيطلع ايه في الصورة؟ نقطة بيضة. واللي جري قبل ما تصوره نقطة سودة، واللي لسه بيتمشى وانت طفيت نقطة سودة، واللي ما اتحركش من الاول خالص نقطة سودة، صح كده؟ طيب انا دلوقتي عاوز افرق النقطة سودة دول من النقطة سودة دول، يعني عاوز افصل الاسود من بعض. اسود ما بيتحركش، وفي اسود بيتحرك بسرعه، وفي اسود بيتحرك ببطء. عاوز افصل الجماعه دول من بعض. قال لك البسيطه، احنا نكبر زمن التصوير، يعني نعمل كده، نكبر زمن التصوير، كويس. طيب اللي بيجري ده قبل ما صور ما زي ما هو، واللي واقف في مكانه زي ما هو، لكن شفت مين؟ اللي كان ماشي على مهله، شفت اللي كان ماشي على مهله. طيب يبقى اذا لما انا قلت لك الجماعه دول في الصوره الاولانيه كان لونهم ايه؟ اسود. في الصوره الثانيه كان لونهم ايه؟ ابيض، عشان شفتهم. طيب احنا بدل ما نقول صوره اولانيه وصوره ثانيه هنقول تي 1 تي 2، كويس قوي. يبقى الجماعه دول كانوا ايه في التي 1؟ اسود. وكان ايه في التي 2؟ هندسه ذا ووتر، الميه هي اساس التصوير في الام ار، وهي اسود في التي 1 وابيض في التي 2، كويس قوي. طيب نيجي بقى للجماعه دول، دول كان لونهم ايه في التي 1؟ ابيض. في التي 2 ابيض برضو. الجماعه دول كان لونهم ايه؟ اسود واسود. يبقى اذا انا عشان اطلع صوره من الام ار لازم لي ايه؟ لازم يكون عندي هيدروجين ويكون بيتحرك،
افرض فيه هيدروجين كتير قوي وما بيتحركش، مش هتطلع صورة. افرض فيه هيدروجين قد النملة كده صغير وبيتحرك بسرعة كويس قوي، مش هتطلع صورة برضه. بما أنا محتاج هيدروجين كتير ومحتاج حركة كويسة عشان أطلع صورة، لو طلعت صورة زي ديت كده هتطلع مكونة من 3 ألوان، أسود وأبيض وجري في النص. ايوه الأسود بنقول عليه في الـ MR low signal، والأبيض بنقول عليه high signal، واللي في النص بنقول عليه intermediate signal، أو بقى hypo intense و hyper intense و iso intense، أو dark و bright و gray. الألفاظ كتير قوي وكل واحد على حسب يعني طريقته. في ألفاظ بيستخدمها الأساتذة العمالقة الكبار، وفي ألفاظ بيستخدمها اللي زي حالتنا كده اللي هي low signal high signal، الكلام البسيط اللي كل الناس تفهمه. طيب يبقى عين العيان low signal، البرين انترميديت سيجنال، الفات اللي جوه الاوربت هاي سيجنال. طيب يبقى انا عندي كام صوره اصلا؟ صورتين، تي 1 تي 2، عندي لونين اصلا اللي هم اسود وابيض. عندي صورتين ولونين، يبقى عندي 4 احتمالات، يا اما اسود في الاثنين، يا اما ابيض في الاثنين، يا اما اسود في التي 1 وابيض في التي 2، يا اما ابيض في التي 1 واسود في التي 2. الحاجات دي محفوظة بالنسبة لكل الناس كلها، لأن هم عدد بسيط جدا من الحاجات اللي بتعمل المناظر دي. أول واحد فيهم اللي هو أسود في الاتنين، اللي هو كان مين؟ اللي ما بيتحركش. مين اللي ما بيتحركش؟ البروتونز اللي ما بتتحركش في 3 أماكن في الجسم بس، اللي هم the cortex of the bone، حرف العظم، mature fibrous tissue اللي هو الليجمنتس والتندونز، خلقة ربنا في الجسم، والكالسيوم. دولت ال3 حاجات اللي ما بيتحركش فيهم البروتونز خالص. هنيجي للي بيجري بسرعه بعد شويه. يبقى دول 3 حاجات لازم هيطلع اسود في التي 1 واسود في الايه؟ في التي 2، بحيث ان لو جيت انا على الليجمنت ده ولقيته مش اسود باي صوره من صور الام ار، اعرف انه باثولوجي على طول، لان الطبيعي بتاعه ان هو يكون ايه؟ يكون اسود. الميه اللي هي اسود في التي 1 وابيض في التي 2 موجود فين؟ السي اس اف، عين العيان، الجول بلادر، اليورينري بلادر، الاسايتس، البلورال افيوجن، اي ميه موجوده في الجسم بتطلع اسود في التي 1 وابيض في الايه؟ في التي 2. وطبقا لكميه الميه اللي موجوده في الليجن، البياضه والسواده بتبان. بمعنى افرض انا عندي سيست في البرين، هيبان اسود قوي في التي 1 وابيض قوي في التي 2، صح كده؟ عشان جواه ميه صافي. افرض في تيومر according to the water content، كل التيومرز هتطلع سودة في التي 1 وبيضة في التي 2 طبقا للميه. لو كانت الميه كتير هيبقى اسود قوي في التي 1 وابيض قوي في التي 2، لو كانت الميه قليله جدا هيوصل للرصاصي في التي 1 والتي 2، زي في بعض حالات المننجيوما اللي هي الدسمومتس تايب اللي كلها كومباكت سيلز وما فيهاش ميه، فالميه مش قادره تطلع في الصوره، فيبان التيومر جراي في التي 1 وجراي برضو في الايه؟ في التي 2. عشان كده لما نتكلم في محاضرة البرين تيومرز إن شاء الله، المين ديفرنشيتنج بوينت مش هو التي 1 والتي 2، هو الصبغة. أنت تحن صبغة وتشوف بقى التيومر بينهانس إزاي، لأن كلهم هيبقى أسود في التي 1 وأبيض في الإيه؟ في التي 2. العكس المية هو الفات. فلويد عكسه الفات على طول. الفات بيكون أبيض في التي 1 وبيسود في التي 2. الفات موجود فين؟ موجود في البون مارو، موجود في السبكوتينيوس فات، موجود تحت الباتيلا، موجود تحت السكالب، اي حته فيها فات يطلع الفات ابيض في التي 1 واسود في التي 2، اسود خفيف يعني في التي 2. والفات اللي في الديرمويد والفات اللي في اللايبوما، كل الحاجات دي تطلع نفس الحكايه. طب ايه الابيض في الاثنين؟ الهيمورج. الهيمورج هنتكلم عليه بالتفصيل، لانه الهيمورج فيه هيموجلوبين والهيموجلوبين فيه هيم، والحديد زي ما انتم عارفين ليه علاقه وثيقه جامده جدا بالماجنت، وبالتالي الهيمورج ليه احكام مختلفه هنتكلم عليها بالتفصيل. لكن نعرف مؤقتا ان السب اكيوت بلاد اللي هو الهيمورج اللي فات عليه حوالي اسبوع بيكون ابيض في التي 1 وابيض في التي 2. And this is T1 عشان السي اس اف اسود، and this is T2 عشان السي اس اف ابيض. اذا لو احنا في السباين we can differentiate the T1 from the T2 by the CSF and the appearance of the disc، عشان الديسك فيه نيوكليوس والنيوكليوس فيها ميه
والميه بتبقى سودة في تي 1 وبيضة في تي 2. Then if the disk is black in the T2 with the image يبقى احنا عارفين ان الديسك ده فقد الميه اللي جوه، وبالتالي ابتدى الديجنريشن والبلج والهرنيشن والقصه اللي احنا هنتكلم عليها في الايمجنج اوف ذا سباين. نستنتج من كده ان احنا عشان نطلع صوره بالام ار لازم يكون عندنا هيدروجين ولازم يكون متحرك. افرض في هيدروجين مش متحرك زي في الكورتكس والليجمنتس والبتاع يطلع اسود. افرض مفيش هيدروجين اصلا يطلع اسود برضه. ايه الحتت اللي في الجسم ما فيهاش هيدروجين؟ الهواء. حضراتكم عارفين ان الهواء فيه نسبه ضئيله جدا من الهيدروجين وبالتالي ما يقدرش يطلع صوره، وعشان كده الام ار في الشيست تعبان لان الشيست كله مليان هواء، بالتالي الايمجنج اوف ذا لانج باي ام ار اي ما هياش كويسه والسي تي متفوق عليه. وكذلك البارانيزال ساينسز الهواء اللي جواها بيطلع اسود في التي 1 واسود في التي 2، والهواء اللي في الانتستين والهواء اللي في الخراج والهواء اللي في اي مكان بيطلع نفس الطريقه. Then you can differentiate the MRI T1 from the T2 by the appearance of the CSF. And this is quite different طبعا من الصور بتاعت الـ CT اللي بتطلع دلوقتي اللي هي the reconstructed images. والحقيقه الكلام دوت يعني من بوجهه دايما للكلينيشنز اللي هم ساعات تتلخبط ما بين السجيتال ريكونستراكشن بتاع السي تي والابيرنسز بتاعت الام ار اي. نيجي بقى للقضيه بتاعت الجماعه دول اللي هو كل ما تيجي تصور يسبقك في التصوير، اللي هو في تي 1 بيجري بسرعه في تي 2 بيجري بسرعه. This is the flowing blood in the vessels. البلاد اللي في الفيسلز بيجري، اول ما تيجي تعمل تي 1 يروح ماشي من الحته اللي انت تصور، تعمل تي 2 يكون ماشي برضه نفس الحكايه. Then the blood in the vessels will appear black in the T1 and in the T2 with the images. And this is an advantage of MRI. انك انت you can see the blood vessels من غير ما تحقن صبغه. على عكس الـ CT عشان تشوف الـ blood vessels انت محتاج انك انت تحقن صبغه. هينتج عندنا في الاخر خالص ان في حاجات خمسه بيبقى اسود في الـ T1 واسود في الـ T2. نمرة واحد الهواء علشان مفيش هيدروجين. نمرة اتنين التلاتة اللي هم فهمش موبايل بروتونز اللي هم الكورتكس اوف ذا بون ماتيور فايبرس تيشو ليجمنتس اند تندونز والكالسيوم. نمرة خمسة اللي هو مين؟ الفلوينج بلاد ان ذا فيسلز. طيب في السي تي تو سي ذا فيسلز يو شود انجكت كونتراست ميديا اند يو سي ذا سيريبرال ارتريز، وايل ان ذا ام ار اي يو كان سي ايزلي ذا فيسلز without the need to inject contrast material. طيب ايه مشكلتي مع البلاد؟ انه بيجري بسرعه. طيب هل انا عندي وسيله سريعه في التصوير اعرف اصور بيها البلاد فيسلز؟ ايه هي؟ حاجه في الام ار اسمها ذا فلاش تكنيك او ذا جرينيت او اسميها زي ما تسميها على حسب اسم الجهاز نفسه. ده الموبايل بتاعي انا غلط فيه دلوقتي. انا ايه الطريقه بتعتمد عليه؟ بيقول لك اللي مضايقك ان البلاد بيجري بسرعه. طيب انا هعمل الاستيميليشن سريع واطفي بسرعه واصور بسرعه. هشوف ايه؟ هشوف الدم بس لونه ايه؟ لونه ابيض لاني ما خدتش اي سيجنال الا من البلاد، وبقيه التيشوز الثانيه ماليش دعوه بيها. And this is the basis for MR angiography. انك انت تعمل صوره زي كده ما حقنت الصبغه ما عملتش اي حاجه خالص، لكن ظبطت الفحص والتصوير على السرعه. استغليت السرعه استغلينا السرعه في ان احنا نطلع ايه؟ نطلع صوره. ساعات تحب تحسن الصوره بانك انت تضيف صبغه ساعات، بالذات في الفيسلز الصغيره في اللور ليمس وكده، لكن في البرين الفيسلز الكبيره وفي الشيست نفس الحكايه ما انتش محتاج تضيف صبغه، وبالتالي ممكن تعمل ام ار انجيوجرافي او ام ار فينوجرافي بانك انت ما تحقنش صبغه وتطلع صوره للفيسلز كلها بيضاء.
بيزد على الكلام دوت قال لك نشوف اي حاجه بتتحرك جوه الجسم ونظبط الفحص على الحركه ونطلع صوره. فالامثله لكده البيلياري سيستم، البايل بتمشي جوه البيلياري راديكلز والكومن بايل داكت وهكذا. انت ممكن تعمل صوره تتناسب مع حركه البايل جوه البيلياري سيستم وتطلع حاجه اسمها ام ار كولنجوجرافي او ام ار سي بي. Then you can see the biliary radicles, the common bile duct فيها حصاوي, the gallbladder فيها حصاوي. And you expect انك انت هتشوف الديودينم مع الفحص لان الديودينم فيه اكل ماشي وفيه ميه وفيه حاجات زي كده. And you can see this fluid لو جه في الصوره. نفس الحكايه حركه اليورين in the urinary system. مهما كان اليورينري سيستم تعبان وفاشل لابد هيكون في حركه. يعني if the kidney does not excrete contrast media والكرياتينين مش عارف كام وكده you can still see the collecting system by MRU من غير ما تحسبه. وبالتالي you can see the kidney, the ureters and the urinary bladder even in advanced cases of hydronephrosis باستخدام فقط الايه؟ الحركه. نفس الحكايه تنطبق على CSF inside the spinal canal. Then you adjust the motion and you do an MR myelography. And this is an MR myelogram. You do not need to inject contrast media inside the spinal canal. ولا انك انت تدخل ابر ولا تبنج العيان ولا حاجه. Then you see the CSF bright وممكن تقدر تديتكت اذا كان في disc lesions او حاجات من هذا القبيل. ده كان مجرد فكرة بسيطة عن الطريقة اللي الـ MR بيطلع بيها الصور، ليه ده بيكون أسود وليه ده بيكون أبيض، وإمتى تستخدم الفلو علشان توصل بيه إلى بعض التشخيصات.